صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين بينضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. صباح الخير يا حاتم. صباح النور يا هند. صباح النور مشاهدينا الكرام. يوم جديد جميل باذن الله، مليان بالايجابيات، وخلينا نشوف كل حاجه حلوه باذن الله. هنبتدي زي ما احنا متعودين كل مره باخبارنا. طبعا النهارده عندنا مجموعه كبيره من الاخبار. هنبدا مع حضراتكم بتهنئه اخواتنا المسيحيين بمناسبه عيد القيام المجيد، والحقيقه بهذا العيد بعث ايضا رئيس مجلس الوزراء تهنئه لقداسه البابا تودروس الثاني. بعث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقيه تهنئه لقداسه البابا تودروس الثاني بابا الاسكندريه وبطريرك القرازه المرقوصيه وجميع المواطنين الاقباط بمناسبه الاحتفال بعيد القيامه المجيد. وبهذه المناسبه قدم رئيس الوزراء اخلص التهاني القلبيه لقداسه البابا، مقرونه باطيب التمنيات بان يعيد المولى عز وجل هذه المناسبه على قداسته وعلى جميع المواطنين الاقباط بموفور الصحه والسداد وعلى مصرنا الحبيبه وبالمزيد من التقدم والرقي والازدهار، وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار. طبعا مظاهر العيد السنة دي مختلفة، لأنه اتعودنا طبعا أن يكون في احتفالات بمناسبة عيد القيام المجيد ويوم الاثنين عيد شم النسيم، وطبعا داخل علينا رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، ولكن حفاظا على صحتنا وعلى سلامتنا وعلى صحة المجتمع ياريت كل الناس تلتزم بأن هي تبقى في بيوتها. طبعا مظاهر الاحتفال مختلفة، ولكن نقدر نحن نتجمع في البيت كأسرة، أسرة على نطاق صغير، ويعني نحيي شعائر الاحتفال. وكل سنة وكل المصريين بألف صحة وخير وسلام بإذن الله تعالى. طبعا بنتابع مع حضراتكم كل يوم التقرير الصادر من وزارة الصحة والسكان بأعداد المتعافين من فيروس كورونا. والصحة أصدرت أو أعلنت بالأمس التقرير، أعلنت وزارة الصحة والسكان بالأمس عن خروج 50 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا ل 646 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 891 حالة، من ضمنهم 646 متعافي. وأضاف أنه تم تسجيل 171 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى أن عدد الوفيات بالأمس 9 حالات. وقال مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابياتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الجمعة هو 2844 حالة، من ضمنهم 646 حالة تم شفائهم وخرجت من مستشفيات العزل، 205 حالة وفاة. خلينا نقول يا هند ان يمكن 171 ده كان اكبر عدد حصل من الايجابيات، الحالات الايجابيه اللي اتسجلت، واللي هو كان امبارح. نتعشى ان شاء الله الفتره الجايه ان احنا نلتزم بيوتنا يا جماعه، والاحتفال ببيوتنا ما فيش اي مشكله، نحتفل بيوتنا بمزاجنا احسن من نحتفل لا قدر الله في العزل او مستشفيات او كده يعني. فنخلي بالنا من نفسنا ونحافظ على نفسنا وعلى عائلاتنا. وممكن على فكره زي ما قالت هند، ممكن نحتفل عن نطاق ضيق جدا شم النسيم في بيوتنا، وممكن كمان نحتفل عن طريق الفيديو كونفرنس، عن طريق الفيديو عن الانترنت. ما ايه المشكله يعني؟ عادي نشوف اهالينا كلها ونقضي معاهم عيد جميل باذن الله في عن طريق الفيديو كونفرنس، اكننا قاعدين معاهم بالظبط. بس انت بتحافظ على نفسك وبتحافظ على عيلتك عشان ما يبقاش في اي نوع من انواع العدوى من هنا او هنا يعني. بس هو الحقيقه حاتم الموضوع يعني لما تبص للمظاهر العامه تلاقي ان في مجموعه من الساده المواطنين واخدين الموضوع بجدية شديدة جدا، وبيحافظوا على سلامتهم وسلامة أسرهم وطبعا سلامة المجتمع باتخاذهم أو اتباعهم للإجراءات الاحترازية. في مجموعة تانية بقى من السادة المواطنين الحقيقة لسه مش واخدين الموضوع جد، أو مش شايفين أنه فيروس كورونا بالفعل ممكن أنه هو يهدد المجتمعات. شفنا ده في عدد كبير من دول العالم وعدد كبير جدا بالوفيات يوميا. الحمد لله رب العالمين الأعداد عندنا هنا في مصر ربنا سترها معانا، ربنا سترها معانا جدا جدا جدا. فنقول الحمد لله ونحافظ على الوضع الجيد اللي احنا فيه. احنا مازال عندنا رفاهية ان الناس
تتكلم في التليفون. أيوة. ويبقى عندهم استشارات ويروحوا المستشفيات ويتلقوا العلاج بصوره جيده داخل مستشفيات العزل. شفنا في العالم كله حالات واوضاع مذريه بشكل كبير قوي، مش لاقيين مكان يتعالجوا فيه بره. الحمد لله احنا عندنا الدوله سبقت وعملت يعني خطوات استباقيه من قبل الجائحه دي ما تكون موجوده، وبفضل الله يعني الحمد لله عندنا كل حاجه متظبطه. كمان ما ننساش حاجه، ان الدوله بتتكبد خسائر بالمليارات عشان خاطرنا احنا المواطنين نبقى كويسين. المواطن المصري اعز واجدع واحسن من الاقتصاد ومن اي حاجه في الدنيا، والرئيس طلع قال كذا مره المواطن المصري اعز علينا من اي حاجه. فما يبقاش الدنيا بتعمل لنا احنا كده واحنا نكون مقصرين او مش واخدين بالنا او بنطنش او بنستهتر. يعني الناس اللي رايحه العين السخنه والساحل والحاجات دي ما كانش لازمه، يعني كان ممكن نقعد نحتفل في بيوتنا عادي، يعني مش مشكله. خصوصا يعني احنا بنتبع الارشادات، وبعدين احنا بنحاول ان احنا نخلي بالنا من الحاجات العاديه، نعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا. ما هو العدوى ممكن تجي لك وانت قاعده في بيتك صحيح، لكن اعملي اللي تقدري عليه. طبعا خدي الاستشارات الوقائيه اللي احنا قالوا لنا عليها ونتبعها وربنا يسلم باذن الله. وهو قفل الطرق يعني الحاصله يعني خلال هذه الايام وخلال يوم شم النسيم يوم الاثنين القادم، هو ده حفاظا على صحه المواطنين وحفاظا على عدم انتشار الفيروس ما بين محافظه للثانيه. فطبعا نهيب بكل الساده المواطنين الالتزام بهذه الارشادات. وياما احتفلنا بشم النسيم وياما سافرنا وياما طلعنا جناين وياما اتفسحنا وياما عملنا، لما يجي الاحتفال السنه دي بشكل مختلف نتقبل ويعني نسمع الارشادات ونتبعها حفاظا على صحتنا وعلى صحه المجتمع. عايزين طبعا هذا الوباء او هذا الفيروس يختفي تماما، وده مش هيحصل غير بمشاركه المواطنين وايجابيتهم. زي ما حاتم قال الدوله واخده كافه استعداداتها وزي ما بيقولوا كده عامله اللي عليها وزياده، الدور والباقي علينا احنا كمواطنين ان احنا نحافظ على صحتنا وعلى سلامتنا بمجموعه من الارشادات البسيطه جدا، واهمها النظافه الشخصيه والحفاظ على المسافات الامنه ما بين المواطنين. ده مش هيحصل غير بوعي حضرتك تذكر نفسك كل يوم وتذكر عيلتك وتشتغل على هذا الوضع. اتمنى الصحة والسلامة للجميع، والحمد لله رب العالمين. النهاردة يوم جديد بنبدأه مع حضراتكم، وربنا يعني ممتعنا بالصحة والعافية وربنا يديمها علينا جميعا بإذن الله تعالى. آمين يا رب العالمين. طب خلونا نخش في حلقتنا النهاردة على طول. فقرتنا الأولى هنتكلم فيها عن استعدادات مستشفيات جامعة الأزهر لمكافحة ومواجهة فيروس كورونا، وهيكون ضيفنا الكريم أستاذ دكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي والمشرف العام على المستشفيات الجامعية. وهنكمل برضو حديثنا في الفقرة الثانية على مستشفيات جامعة الأزهر والوقاية خير من العلاج وكيفية الاستعداد وأيضا استقبال الحالات، وخاصة أنه خلال الفترة اللي فاتت يعني مستشفى الأزهر استقبلت حالة، والحالة دي يعني كان صعب جدا ان هو يتم علاجها، لكن بفضل جهود اطباء جامعه الازهر تم علاج هذه الحاله، ودي كانت مش حاله كورونا ولكن شخص تم بتر اصابعه بالكامل، والحمد لله رب العالمين بفضل هؤلاء الاطباء قدروا ان هم يرجعوا الحاله لوضعها الطبيعي، وطبعا مع الحفاظ على الاجراءات الوقائيه للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وصحه وسلامه المريض. ده هيكون من خلال لقائنا مع حضراتكم والاستاذ الدكتور حسين ابو الغيط عميد كليه طب جامعه الازهر. نطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل لقائنا ومصر جميعا. اهلا بكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام. الحقيقه زي ما قلنا هنتكلم في فقرتنا الاولى عن مستشفى جامعه الازهر ومواجهه خطر فيروس كورونا. هيكون معانا ضيفنا الكريم استاذ دكتور محمود صديق نائب رئيس جامعه الازهر للوجه القبلي والمشرف العام على المستشفيات الجامعيه. هنتعرف منه اكتر على هذا الموضوع، خصوصا كمان ان احنا بنقول خليك في البيت، اقعد خليك سيف في امان في بيتك، وما تنزلش غير في الاوقات اللي هي يعني لازم تنزل فيها، لو مشوار مهم جدا او حاجه مهمه جدا، لكن سلامتك بوجودك في بيتك. خلونا نرحب بس بضيفنا الكريم استاذ الدكتور محمود. صباح الخير يا فندم. منور. صباح الخير والساده المشاهدين بالف خير. استاذ حاتم استاذ هند اهلا بيك. صباح الخير يا فندم واهلا بحضرتك معانا. وخلينا نتكلم على دور الازهر الشريف في مواجهه فيروس كورونا، واعتقد انه ليكم مجهودات كبيره. والله دور الازهر الشريف لا يقتصر فقط على المجال الطبي في مواجهه ازمه كورونا، ولكن في مبادرة تانية عملها فضيلة الإمام بيت الزكاة لمساعدة الأسر الفقيرة برضو، وده من خلال دعم بيت الزكاة للأسر الفقيرة. وتاني حاجة برضو توجيه الدعم
لوزارة الصحة في هذه الجائحة. فدور الأزهر لم يقتصر فقط على دوره كجامعة داخل جامعة الأزهر فقط، وإنما كان دوره ممتد لمساعدة وزارة الصحة في هذا الأمر وخدمة المجتمع، وخصوصا الأسر الفقيرة اللي هي وجه فضيلة الإمام بمساعدتها في هذه الجائحة. دكتور محمود، خلينا نتكلم يعني نظرة أشمل شوية، إزاي شايف جهود الدولة في مكافحة هذا الفيروس؟ وطبعا صح شايفين يعني دول كبيرة يعني مش قادرة انها يعني تحتوي الموضوع. يمكن مصر خدت الموضوع بشكل جدي جدا في بداية الأمر، والحمد لله يعني إدارة الأزمة كان فعلا إدارة أزمة. طبعا أنا بتوجه بالشكر لإدارة الدولة من أكبر مسؤول فخامة الرئيس ومعالي دولة رئيس الوزراء ووزيرة الصحة ووزير التعليم العالي وكل وطبعا القوات المسلحة والداخلية، لأن الأمر كان فعلا إدارة أزمة وكانوا على قدر يعني المستوى المطلوب والأداء. احنا طبعا جامعة الأزهر دعينا لعدة اجتماعات عشان خاطر نشوف جهود الدولة ازاي نشتغل، وده الدور اللي ممكن هيتكلم عنه الدكتور حسين أبو الغيط عميد الكلية، ازاي ان الكليات المستشفيات الجامعية قامت بدور جانبا الى جنب مع مستشفيات وزارة الصحة في هذا الامر عشان يكون في تنسيق عشان خاطر المواطن اللي هو عنده ازمة كورونا والمواطن اللي ما عندوش ازمة كورونا. وده طبعا لان تقديم الدواء وتقديم الخدمة الطبية طبعا محتاجها الجميع، زي الاكل والشرب، وزي ما حضرتك بتقول دلوقتي ان لابد للمواطن الا ينزل الا في حالة الضرورة. يعني نموذج التشيك لو احنا جينا اتكلمنا على الدول التي نجحت في مواجهة أزمة كورونا هنلاقي ألمانيا بالدرجة الأولى والتشيك بالدرجة الثانية، وده كان طبعا عندهم التزام بكل التعليمات وكل الإرشادات من ناحية التباعد الاجتماعي ومن ناحية يعني كل مريض وكل إنسان مريض أو غير مريض عامل نفسه على أنه عنده كورونا، وبالتالي كبحوا جماح انتشار الفيروس. يعني حصل فيه كبح، ودول تانية طبعا أصيبت بنكبة كبيرة جدا بسبب ان ما كانش فيه تنسيق ولا كان فيه جهود. صحيح. وده شفناه اكتر في دول حتى دول عظمى يعني يكاد يعني تدخل على ازمه كبيره جدا او كارثه كبيره جدا بسبب ان ما فيش تناسق وما فيش تلاحم في الجهود. لكن انا شايف ان في مصر الازمه بتدار باداره جيده جدا للازمه من اكبر مسؤول الى اصغر مسؤول، بس نفسي في وعي الشعب المصري اللي الجميع بيراهن عليه. يعني وعي الشعب المصري في مواجهه هذه الازمه زي ما حضرتك كنت بتتكلم في الفقره الاولى وبتقول يعني ريت في مبادره عاملها الازهر اللي هي اكتشف بيتك. يعني اكتشاف البيت، يعني يمكن يعني انا واحد من الناس من 20 سنه برضو ما احتكتش باولادي بالشكل اللي هو بالشكل ده اللي هو موجود. يمكن حصل نوع من التناغم، حصل نوع من شيء كويس. يعني هي يا ريت هي محنه لكن ممكن تكون منحة من الله سبحانه وتعالى في هذا التوقيت، ونسأل الله ان قبل رمضان ان شاء الله يكشف علينا ربنا هذه الغمة وعن العالم كله، لان طبعا المرض والوباء شيء صعب على البشرية كلها. ودي يمكن يعني يمكن الاسبانيش فلو 1918 كانت محدودة في تلت العالم فقط، يعني او اصابت تلتين العالم فقط وقتلت 50 مليون انسان من 50 ل 100 مليون اكتر من الحرب العالمية الاولى، لكن لم تنتشر في جنوب المتوسط. يعني كان انتشارها محدود في جنوب المتوسط، لكن اول مره نشوف جائحه وصلت لكل ارجاء الدول تقريبا كل الدول، عشان خاطر طبعا العالم العولمه ونظام التنقلات ونظام صحيح. يعني جنوب افريقيا موجود في الصين موجوده في جنوب افريقيا شمال وغرب وشرق وجنوب كل حته، فحصل يعني نوع لم تشهده البشريه من قبل ان هذه الجائحه تقريبا في كل العالم. ولكن الحمد لله رب العالمين، مقارنة بالسبانش فلو حتى عدد الوفيات في الدول اللي فيها أعداد كبيرة جدا لا تقارن بما كان الوضع فيه مع السبانش فلو. الحمد لله رب العالمين. أولا السبانش فلو تأخر الإعلان عنها وسميت بهذا الاسم عشان خاطر أول من أعلن هي الصحف الأسبانية وليست هي لم تكن في أسبانيا أو مصدرها لم يكن أسبانيا، كل إن مصدرها إنجلترا أو الصين برضو كما هو الوضع الحالي، ولكن الصحف الأسبانية هي اللي اتكلمت عنها لأن كانت الصحف لا تتكلم عنها. عدد وفيات كبير جدا بين الشباب، هي كانت بين الشباب،
ومحدش بيتكلم عنه. فاول ما اتكلم هي الاسبانيش فلو، الصحف الاسبانيه سميت بهذا الاسم. وطبعا التقدم الهائل اللي موجود في الطب دلوقتي، وسائل التوعيه، وسائل وسائل وسائل، ونقدر نوصل لدرجه كبيره جدا لو احنا اتبعنا الارشادات اللي هي على الاقل 95% هتمشينا في طريق صحيح. واللي احنا بنعمله اصلا يعني احنا بنتوضى 5 مرات في اليوم، فبنغسل ايدينا مفيش كلام. الطهاره والنظافه الشخصيه دي يعني طبيعيه يعني سواء مسلمين او مسيحيين، ده الطبيعي يعني بتاعنا. فالحاجات الاساسيه. طب دكتور محمود، يعني احنا دايما بنقول الوقايه خير من العلاج، النهارده بنقول الوقايه هي العلاج، ان انت بتقي نفسك هو ده العلاج بتاع الفيروس ده بشكل كبير. هرجع تاني اقول غسيل الايدين معاها يعني، لكن احنا مش عايزين مش عايزين يزهقوا مننا، بس ده واجبنا ان احنا نقعد نوعيهم ونقول لهم معلش ازهقوا مننا شويه لكن خليكم كويسين، يعني ستي سيف، اغسل ايديك، طهر ايديك، طهر لبسك، اقلع الحذاء قبل ما تخش، الحاجات الطبيعيه. والمده 30 ثانيه يعني نص دقيقه، يعني بنقول للواحد بلاش كرواتر، يعني خلينا كده ايه هادين شويه، اغسل ايدك بضمير بضمير شويه. وطبعا يعني حضرتك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لو ان نهرا بباب احدكم يعني يغتسل منه 5 مرات في اليوم هل يبقى، بيطرح سؤال هل يبقى من درنه شيء؟ والدرن ده معناها الوساخه، معناها القاذورات، معناها ما تحمل الميكروبات، ما تحمل شيء. قالوا لا. فالنبي عليه الصلاه والسلام من هديه الا يطوف المريض على الاصحاء، يعني من الهدي النبوي ان لا يطوف المريض على الاصحاء عشان خاطر برضه ما يجيش نقل عدوى. تاني حاجه النبي عليه الصلاه والسلام بيقول في هديه وفر من المجزوم اللي هو عنده مرض الجزام، فرارك من الاسد، يعني برضه ده نوع من التباعد حتى لا تنتقل العدوى بين الاصحاء، لان الجزام كان في فتره من الفترات جائح برضه. لذلك هم عملوا مستعمرات الجزام عشان خاطر يحصل فيه تباعد ويسيطروا على هؤلاء المرضى وحتى لا يحدث انتشار للمرض نفسه. يعني حتى الامراض البكتيريه في وقت من الاوقات كانت عباره عن جائحه وكانت عباره عن وباء. الحمد لله طبعا يعني هو ربنا بيوري الخلق اياته، وان هذا الفيروس الضعيف جدا اللي هو يعني زيه زي الحاجه اللي موجوده قدامنا دي، ما بيتحركش من مكان التليفون او الشريحه بتاعت التليفون مش هيشتغل الا اذا دخل جوه التليفون، فهو قاعد مكانه محدش ما لا يتحرك، يعني شيء يعني ضعيف جدا. ولكن سبحان الله ربنا هذا المخلوق خلانا نفكر شويه، نتدبر شويه، ان الخلق ليه خالق طبعا وسبحان الله مع كل هذا العلم وهذه التكنولوجيا، لاننا واقفين عاجزين امام يعني فيروس مش شايفينه اصلا، حاجه صغيره منمنمه كده يعني طبعًا. سبحان الله سبحان طبعًا. الله متهيألي الخليه العاديه اكبر منه من الاف المرات اللي هي مرئيه. طيب نرجع ونقول يا دكتور انه مهم للساده المواطنين ان هم يعوا فكره وجود فيروس كورونا او كوفيد 19 موجود في العالم كله، اثر على بلاد بشكل متفاوت، والحمد لله رب العالمين احنا ربنا معافينا، ما زالت الاعداد عندنا يعني محصوره او عندنا رفاهيه ان احنا نتلقى العلاج داخل المستشفيات. ناكد المعلومه للساده المواطنين وللساده المشاهدين، وخاصه ان احنا داخلين على فتره اعياد، وطبعا عندنا عادات غذائيه في النسيم، وعندنا نحب اللمه، وطبعا الدوله واخده كافه الاجراءات الاحترازيه، ولكن ما زال في بعض الساده المواطنين غير ملتزمين. انا بس عايز اذكرهم بدولتين جنب بعض او قريب الحدود، المانيا وايطاليا. مشكله ايطاليا ان هي تقريبا شبيهه بعددنا، ان هم لازم يروح عند الجده ولازم يبقى في تواصل وتوازن من الترينين البحر الابيض متواصل بتاعتهم، وهو شعب يمكن اجتماعي بدرجه كبيره جدا، عكسه الشعب الالماني. ويمكن نجاح التجربه الالمانيه في اتباع التعليمات الشديد جدا والالتزام، وده اللي خلى النهارده نسبه الاصابه لا تتعدى 1 خالص، يعني تقريبا 0.7 يعني حاجه اقل من الواحد بكثير جدا. نسبه الاصابه في ايطاليا سببها ان في عادات اجتماعيه شبيهه بالعادات المصريه، اللي هو بيت العيله ولازم يروحوا ولازم يقابلوا كده. فاحنا بنقول ان احنا دلوقتي يعني داخلين على فصل الربيع اللي احنا بيساعدنا، لان برضو نظريه ان الفيروس ما بينتشرش قوي في فصل الصيف والحراره وارتفاع درجه الحراره قد يكون له مردود، وشهر الربيع اللي هو شهر ابريل بيبقى فيه درجه الحراره شويه مرتفعه، الجو اللي موجود في مصر، ومصر بحفظ الله محفوظه وبستر الله ربنا سترنا. فنساعد ده ان احنا معلش نيجي على نفسنا، يعني
يعني سواء كان حرماننا من المساجد، دي حاجة طبعا بتشق على النفس، الناس اللي مش قادرين يروحوا المساجد. بس دكتور يعني في دراسة فرنساوي كانت لسه يمكن بالفترة اللي فاتت هند امبارح او لسه كنت قاريها، بيقولوا ان الفيروس بيموت عن درجة 92 درجة حرارة 92 فهرنهايت، فهل الحرارة بتاعت الجو فعلا ممكن ان هي تأثر في الفترة اللي جاية ان هي تقلل من انتشاره او تقضي على الفيروس؟ المشكلة ان يعني الاجابات دي لازم بيبقى فيها طبعا دراسات وبتعدي على بحوث كتيرة او ابحاث كتيرة عشان خاطر ناخد نتائج زي كده، فالموضوع ما بيبقاش سهل ان هو نقول الحرارة او مش عارف. عايزين نعرف مدى يعني صحة هذا الكلام، هل هو فعلا الحرارة ممكن تقلل من انتشاره او تقضي عليه؟ نتعشم يا رب، لان احنا يعني جونا حلو والصيف داخل علينا يا رب يعني. ان شاء الله. اعتقد انه مازال يعني الدراسات لازم يتم اجراءها على فيروس كورونا للوصول لاجابات محدده، ولا ايه راي حضرتك يا دكتور؟ اعتقد ان درجه الحراره اللي هي اكتر من 28 دي درجه حراره مناسبه للقضاء على هذا الميكروب. ويمكن احنا الحراره في فصل الربيع بتوصل اكتر من تعدي 30 درجه مئويه، وبنقول ان النظافه والنظافه والنظافه هي اكتر شيء بيقتل هذا الميكروب. ويعني مفيش اكتر من ان احنا يعني الواجبات الشخصيه والحاجات الشخصيه هي دي اللي احنا بنراهن عليها، وبنراهن على ان الشعب المصري يلتزم، ومعلش يعني كل واحد يقضي شم النسيم مع اسرته، وبلاش الاماكن العامه وبلاش الاختلاط وبلاش حاجات كتيره جدا. صعب علينا ان احنا ما نزورش الامهات والاباء، ولكن احنا عشان خاطرهم هم وعشان خاطر نحميهم من اشياء كثيره جدا، فلا بد وان احنا نحافظ عليهم، لان هم كنز وثروه الاباء والامهات ما نضحيش عليهم. يعني يمكن في وضع كارثي كشفت عنه هذه الجائحه، وهو وضع دور المسنين اللي موجود في دوله زي اسبانيا وايطاليا ودول كثيره جدا، يعني وفاة عدد كبير جدا من في دور المسنين بشكل طبعا يعني الحمد لله ان هو مش موجود عندنا. الحمد لله ان احنا يعني كشعوب بيننا ترابط وتماسك، واحنا برضو زي ما بقول لحضرتك بنراهن على الشعب المصري، والرساله اللي بيقولها كل الازهر الشريف وكل المؤسسات ان الانسان يخليه في بيته، وبنراهن على جدعنه المصريين زي ما قال فضيله الامام، وبنراهن على ان هم يعني يتكافلوا ويدعموا بعضهم البعض، ودي اكثر من رساله وجهها فضيله الامام الاكبر. الرساله الثانيه اللي وجهها الدكتور محرساوي رئيس جامعه الازهر اللي هي اكتشف بيتك، مش خليك في بيتك، اكتشف بيتك، اكتشف بيتك، شوف ولادك. واعتقد ان لما يشوفوك بوضع مختلف، يعني يمكن في الاول الزائر اللي هو بيجي ويمشي وبيخش وقاعد محمي يوم الجمعة ما قعدش، المرة دي يمكن الموضوع أحسن وأفضل، اللي عايز يتساعد. يمكن أنا بقول زي ما بقول لحضراتكم إن هي محنة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يكون إدانا منحة، بس إحنا صحيح. شايفين ده دايما الإنسان بيرى الشر، وزي ما قلت حضرتك صحة المواطن أهم من الاقتصاد، يعني طبعا. الصحة هي أهم من الاقتصاد طبعا. يعني دايما حتى لما كان احنا كده كشعب لما يحصل لحد ازمه ماليه ولا حاجه يقول له انت اللي بتعمل الفلوس مش الفلوس هي اللي بتعملك، فداك صحيح. اي شيء وفداك اي حاجه الفلوس هي اللي انت اللي بتعملها مش انت اللي بتصنعها. فاحنا يخلينا نحافظ على الصحه هي اهم شيء، والصحه تاج فوق الرؤوس لا يشعر به الا المرضى. صحيح. يعني الاصحاء ما بيشعروش، انما المريض هو اللي بيشعر. نتمنى الصحه والسلامه للجميع. شكرا لحضرتك يا فندم، واهلا بحضرتك معانا، وتحياتنا لرجال الازهر الشريف وللشيخ الطيب. شكرا. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني نكمل مع بعض فقرتنا في مصر. نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميلة وحديثنا في هذه الفقرة عن كلية طب جامعة الأزهر. والحقيقة إنه كلية طب جامعة الأزهر على أتم استعداد لاستقبال الحالات الطارئة، ويمكن إحنا قلنا في مقدمة حلقتنا النهاردة مع حضراتكم إنه كان في حالة مستعصية، وطب الأزهر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الأطباء قدروا إن هم يعني يحلوا مشكلة هذا الشخص اللي جه بصوابعه مبتورة. هنتكلم كمان في تفاصيل أكثر
اكتر عن التعاون ما بين كلية طب الازهر ووزارة الصحة، وايضا بروتوكول التدريب اللي بيتم اجراءه حاليا لاطباء طب الازهر. تفاصيل اكتر عن المواضيع من خلال لقائنا مع حضراتكم والاستاذ الدكتور حسين ابو الغيط عميد كلية طب جامعة الازهر. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير على حضراتكم معي. صباح الخير على السادة المشاهدين في كل مصر. صباح الامل، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة. جميل قوي البداية، التفاؤل والأمل والحاجات الحلوة دي. أنا سعيد جدا بالبداية دي يا دكتور. لازم نتفائل، والتفاؤل ده أكيد مبني على أشياء حقيقية. التفاؤل أملنا في ربنا سبحانه وتعالى، يقيننا بالله إن هذه الدولة مصر العزيزة دايما محفوظة، يقيننا في الإدارة المصرية اللي أدارت الأزمة بكل قوة وكل جدية، يقيننا في جيش مصر الأبيض، جيش مصر الجميل، زي ما جيشنا الفعلي دايما كان عند اللحظة ودايما عند الوعد. إن شاء الله بإذن الله جيش مصر الأبيض برضو هيكون عند الوعد. جيش مصر الفعلي دايما كان لم يتخلى ولم يتولى، وأنا متأكد إن جيش مصر الأبيض لن يتخلى ولن يتولى. جيش مصر الحقيقي الفعلي صبر حتى عبر، وإن شاء الله بإذن الله جيش مصر الأبيض سيصبر حتى يعبر هذه الأزمة ويواجه هذا البلاء بإذن الله. كل التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض يا دكتور. ربنا يخليك. التحية بنوجهها لكل طبيب واقف دلوقتي في مستشفى عزل، لكل طبيب منتظر وواقف صابر ومحتسب ذلك لله ولمصر. أكيد. هنتكلم يا دكتور أنه أطبائنا هم خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا، وحفاظا على صحتهم وحفاظا على صحة المرضى اللي بيجولهم والأشخاص اللي بيصابوا بفيروس كورونا، والمجهودات الكبيرة اللي بيقوم بيها أطبائنا من أجل القضاء على هذا الفيروس. خلينا نتكلم على جاهزية واستعداد جامعة الأزهر وكلية طب طبعا جامعة الأزهر في هذا الصدد. بالطبع طبعا يعني دي فرصة طيبة لي ان انا امثل هذه الجامعة العريقة وهذه الكلية، كلية طب الازهر، واحكي عن دورنا في هذه المنظومة منذ بدء هذه الازمة. كلية طب الازهر بالتنسيق مع وزارة الصحة كجزء من المنظومة الطبية على مستوى مصر، كل مستشفيات الجامعية وكل كليات طب جامعات مصر كلها عقدت لقاءات متعددة مع وزارة الصحة وللتنسيق مين هيشيل جزء الكورونا كوزارة الصحة، فبقية المرضى إلى أين يتجهون. فتم التنسيق في الأول أن الكورونا بيشنت أو مرضى الكورونا هيتوجهوا لوزارة الصحة، ولكن في نفس الوقت كليات أو مستشفيات الجامعية على مستوى مصر تقوم بالدور الآخر، المريض اللي هو العادي أين يتوجه لاستقبال الحالات، وخاصة حالات الحوادث والحالات الحرجة. فوزارة الصحة لها ما يشغلها الآن وعندها ما يكفيها، فبالتالي كان لزاما على المستشفيات الجامعية وطب الأزهر بمستشفياته جزء من هذه المستشفيات يقوم بهذا الدور. طيب هيكلمنا على الحادثة الأخيرة، واعتقد انه ده يعني بفضل مجهودات وجاهزية طب الأزهر انه الحمد لله هذا المريض تم شفائه وتم تعافيه. زي ما قلت لحضرتك وبقول للسادة المشاهدين ان هو تم التنسيق على ان تقوم المستشفيات الجامعية بالتعامل مع الحوادث ايا كان مستواها، ولعل الحادثة الأخيرة والحالة التي اضاءت الطريق وربما اعطت الامل للكثير من مرضانا، الحادثة كانت كبيرة للغاية، ليس قطع في أصابع اليد وإنما هي بتر كامل لمعصم اليد، فكانت اليد مفصولة تماما عن الساعد أو عن الذراع. فبالتالي استقبال هذه الحالة والتعامل معها لابد أن يشاد به، ولابد أن من هذا المنطلق أن أنا أشكر كل طبيب وكل ممرضة وكل ممرض وكل فني وكل إداري في مستشفى الحسين على هذه الحالة. ليس لإجراء حالية عالية التقنية وبالغة الصعوبة فقط، ولكن للفظ معين أود التنبيه عليه والتنويه عليه، وهو الجاهزية. ما معنى الجاهزية؟ هذه الحالة لإجراءها يتطلب وجود الفريق الطبي قبل المريض. صح، وعدة تخصصات. لو لم يكن هذا الفريق الطبي متواجد في المستشفى في هذه اللحظة، ولم يتوفر البنية التحتية، ولو لم تتوفر الآلات والمعدات
ويتم تجهيزها. للأسف فشلت الحالة ولم تكلل بالنجاح، ولكن معنى وأعتقد أن كل المهتمين بالتخصص الجراحات الدقيقة والجراحات الميكروسكوبية يعنون أو يتفهمون ما أعني، أن وجود هذا الفريق بهذا التخصص الدقيق وجاهز لاستقبال الحالة ده أول شيء في نجاحه. ولكن إذا وصلت هذه الحالة وتم استدعاء الفريق فضاعت الأمل في شفاء هذه الحالة. ولكن إجراءها لمدة 9 ساعات من توصيل أوتار وتوصيل أعصاب وتوصيل عظام وتوصيل أعصاب وتوصيل أوعية دموية في الوقت المحدد حتى يسري الدم مرة أخرى وحتى تستعيد اليد وظيفتها، فكل ده كل ده يعني الجاهزية بما تعني الكلمة من معنى. دكتور خلينا نرجع لنقطة مهمة جدا، معلش يعني اسمح لي، جيش مصر الأبيض كل التحية والتقدير ليه، وعايزين نتكلم على دورهم فعلا، ازاي الطبيب بيبقى واقف وعارف ان هو ممكن يصاب بالفيروس الا انه ما يقدرش يتخلى عن رسالته وبيقف مع المريض للاخر وبيقف وما بيهموش، مش بس الطبيب، الممرضين، كل الفريق العمل، عايزين يعني نوصل لهم قد ايه احنا ممتنين لدورهم وقد ايه احنا بنثمن ونقدر هذا الدور، ان واحد بيضحي بنفسه زي لا يقل عن الجيش المصري العظيم، فحياتك نقدر نقول ايه؟ طبعا يعني احنا سعداء بهذا اللفظ، سعداء بهذه الصفة، وان احنا اطلقنا او تم اطلاق لفظ جيش مصر الابيض على علينا من اطباء ومن طاقم تمريض ومن طاقم فنيين. ومهما قلنا على هذا الدور فهو لفظ الجيش يكفيه في كونه يواجه ولا يتخلى ولا يتولى، وهو عارف كويس قوي ان فيه عدو متربص به ومع ذلك يواجه. طب الازهر قام بإفادة حتى الان 3 أطقم طبية، وهذه فرصة جميلة لان اشكر كل طبيب من طب الازهر توجه الى مستشفيات العزل. احنا عندنا في هذه اللحظة التي احادثكم فيها 3 أطقم طبية، طقم في كل طقم يتكون من اساتذة من البطنة العامة، التخدير، الرعاية المركزة، الصدرية، المعامل، الاشعة، كل هذه الأطقم هي في مواجهة هذا الفيروس اللعين. اشكرهم شكرا جزيلا، اوجه كلهم باسمه، لو كان معايا الأطقم كنت قلت كل طبيب باسمه، ولكن الشكر الجزيل لهم. دكتور، بروتوكول التدريب للأطباء خاصة الأطقم الطبية اللي حضرتك ذكرتها والمتواجدين في التعامل مع فيروس كورونا، كيفية التدريب وخاصة أنه هو فيروس مستجد؟ أول ما بدأت الجائحة أو أول علامات لظهورها، جزء من الاستعدادات وجزء من الجاهزية تدريب الأطقم الطبية. بالطبع الأطقم الكوادر الطبية الكبرى أو الأساتذة والأساتذة المساعدون والمدرسون لا يحتاجون إلى تدريب، ولكن الشباب الأطباء وخاصة الامتياز والنواب، وكما سمعنا أن بريطانيا استدعت طلاب الطب وليس الأطباء، فكان من باب أولى تدريب أطباء الامتياز والنواب، والبرنامج وضع بعناية كيف تتعامل مع الأزمة، العوامل الإكلينيكية أو الجانب الإكلينيكي لفيروس كورونا، كيف تقي نفسك وكيف تحمي نفسك، لأن الطبيب الآن هو كما تفضلت حضرتك وقلت إنه هو خط الدفاع الأول، ولا يمكن لقائد ولا يمكن التخلي عن جنوده أو تعريضهم لعدوى، وهو بحمايته لنفسه بيحمي كمان الآخرين وبيساعده. فكان مهم جدا أن من ضمن التدريب الوقاية الشخصية والحماية الشخصية للطبيب، فكان البرنامج معد بهذه الطريقة، كيف تتعامل مع الأزمة، كيف تقي نفسك، كيف تتعامل مع مريض الكورونا. صحيح دكتور، يعني يمكن في ختام حلقتنا وفقرتنا هنشكر حضرتك شكرا جزيلا، استمتعنا واستفدنا كتير بكلام حضرتك، وتاني عايزين نأكد على تحياتنا وتقديرنا لجيش مصر الأبيض العظيم. ياريت حضرتك توصل لكل دكتور تقابله ان الشعب المصري وكلنا ممتنين لدوره، ويعني بنرفع له القبعة. احنا بنشكر حضراتكم على الاستضافة، وبنشكر حضراتكم على تسليط الضوء
على جزء مهم جدا من المنظومة الطبية في مصر وهو طب الأزهر، وأحمل هذه الرسالة من حضراتكم إلى كل طبيب في طب الأزهر وغيره. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، وإحنا بدورنا هنا في مصر جميلة بنلقي الضوء دايما على كل الإيجابيات اللي بتمر علينا في حياتنا كل يوم وممكن نكون مش واخدين بالنا منها. الحمد لله رب العالمين، مصر بخير ومصر دايما جميلة بكل السادة المواطنين. شكرا لحضرتك.